السؤال الثاني الوسواس في الصلاة والشك كذا، يعني الشيطان يوسوس لك حاول ان يعني انك ما انت على طهور. طيب الشيء الثاني اذا قرأت القرآن يجيك زي الخنقة، هل هو من الشيطان؟ طيب شكرا. واما الوسواس يا اخي فاترك الوسواس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أحسست بشيء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وارفض الوسواس ولا تلتفت إليه ولا يهمك وسيذهب عنك بإذن الله عز وجل. نعم.